مولود الجوزاء عنده حظ جيد، هو العنوان الأبرز مع بداية هيدا الشهر الشمسي اللي بصب بمصلحتك. انطلاقة مهمة بحيث بيوقف القدر لجانبك، بتقوم بأعمالك بالنجاح، بتنهال عليك العروض الكتيرة اللي بتدعم خطواتك، رح تحظى هالأسبوع بفرصة ثمينة لأحراز انتصار كبير بشغلك، وبتنقلب الأمور وبتصححها على ذوقك. مع انتقال الشمس لبرجك بتكون انطلاقة أسبوع جيدة، إشارة ضوء أخضر حتى تتقدم بثقة ومعنويات كبيرة. أسبوع إيجابي ناجح داعم وممتاز ومهم جدا جدا، رح ترافقك أحداث مهمة بين السبت والتنين. مع وصول القمر الجديد لبرجك بيدق جرس الحظ بابك وبيخليك تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة المستويات. بتلاقي التسهيلات بأعمالك، وسواء كنت بتتعاطى الشأن التجاري أو الشأن السياسي أو الشأن المالي، يمكن توقيع على عقد هو العنوان الأبرز بكل شيء بيتعلق بهالنجاحات والاستثمارات. بيتغير موقع القمر وبيدخل لبرج السرطان للبيت المال، بيت الثروة والنجاحات والمكاسب. الثلاثة والأربعة يومين حلوين بيسلطوا الضوء على راتبك، على مصاريفك. من الضروري تنتبه لتوظيفاتك المالية، بتتغير كمان الاتجاهات وبتوضعك قدام أشخاص جديد ومراجع مهمة وخيارات ممتازة. بتتابع الأحداث مع وصول القمر للأسد الخميس والجمعة، بتختم الأسبوع بطريقة جيدة، بيعطيك نوع من انشراح لحظات حلوة وبخليك تتحكم بالظروف على ذوقك. بتنجح بالمفاوضات والمشاريع وبتنجح بكل الاستثمارات، وممكن تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة، وبكون عم تقوم باتصالات مفيدة إلى علاقات مهنية مهمة بتوسع دائرة تحالفاتك وبتساعدك براعتك بالكلام وقدرتك على الإقناع بعيش حظوظ حلوة. كمان بيتحدث الفلك عن فرص جيدة كانفراج بعملية تجارية أو تسوية لخلاف ربما أو توقيع على عقد ما. عاطفياً تشعر بالسعادة والارتياح مع وجود الزهرة ببرج السرطان بالبيت الثاني، بخليك تعيش أوقات حلوة برفقة الأصدقاء وأفراد العائلة، بتعرف لحظات من التناغم حلوة وبتكون أكثر التصاقاً بالأجواء العائلية، وبتلاقي الأمان بالقرب من الأهل والمقربين. أما العازب بيساعدك كوكب الحب حتى تتخطى الصعوبات والمسؤوليات الكبيرة، وبيساعدك على تسوية المشاكل الصغيرة والكبيرة، وبيوعدك بتجارب ما بتنتسى.